فيديوهات بحياتنا، اهم فيديو بالقناه بالنسبه لي كمان. اليوم احتفالنا بالمليونين بطريقه كتير حلوه وبطريقه كتير غريبه على فكره. احنا عملنا احتفال من شي 7 شهور بالمليون، واليوم صرنا مليونين. اهم شغله انه اليوم تابعوا الفيديو للاخر، لاني في كتير في مفاجات وفي شيء بهمكم باخر الفيديو، بس احضروه كله لاني عن جد كتير مهم من اهم فيديوهات يا جماعه. رح نعمل شغلات كتير حلوه بهيدا الفيديو. اليوم قررنا نحن نعمل البيت سينما. اوكي يا جماعه، قبل ما نبلش الفيديو اذا انتم جداد على القناه ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا خلونا نبلش اهم فيديو بحياتنا. عم بيبخ كمان، كتير برد برا، هيك لازم نسكر عليه الباب هيك وهيك. هلا شايفين هاي الشاشه حاليا رح نشيلها، وهون كله رح نعمل سينما كبيره بالبيت. شايفين هدول التحضيرات كلهم رح نحطهم على الحيط، وكمان في شغله انه هي رح نحطها على الحيط اللي هي هي الورطه سينما اكسبيرينس، الورطه اللي ورطتني فيها تالين. مبروك ان شاء الله، الف مبروك. اوكي جاهزين لنحول البيت لسينما؟ ابو خالد جايبينه اليوم بالعاده هو اللي بده. اوكي يلا نشيل هيدي، سبتي لي هاللحظه التاريخيه. لك 1 2 3 شينا. على فكره رح نحطكم بصوره كل شيء عم نعمله وتحضيرات السينما، وبعدين رح نعمل بوشار ونقعد نحضر فيلم صغير نحن وانتو، وبعدها في حكي كثير مهم لازم تسمعوه كثير. اوكي مبدئيا هلا هون عم ناخذ مقاسات، تمام؟ وهون كله رح يتغير بطريقه كثير حلوه، رح يصير عن جد سينما. اوه ليك مش حلو. هلا انتم اكيد مستغربين انه شو في، بس هلا شوي تنقع. هلا اخر شيء بتعمله. اوكي هلا رح نفتح هلا الشاشه، تمام؟ شيل جوج معنا. اوبا اشتغل على المي كمان. ما بنلاقي شرايط الكهرباء ابدا هون. وليك الشاشه ثقيله لدرجه ما فينا نشيلها يعني. هذا ما نلفيش، طلع الكونترول. يا الله انتبهوا، حرمنا نجيب شاشه جديده. شفتي فايدة 50 انش؟ اوفا ما في شيء. لقينا الكاميرا. بس حابه افرجيكم انه خربت الدنيا هون، فهلا رح نظبطها. ولؤي نطرته هلا بس لصور الكون، وهون السلم. ليكو البيت كيف صار؟ قال هي حفله المليونين. لؤي رح اطلع. وصلنا خبر كثير كثير حلو رح تعرفوه بالفيديو الجاي، واخرت هيدا الفيديو كمان. الخبر عن جد هيك خلانا من جوا نكون كثير كثير مبسوطين، واكيد رح تكونوا مبسوطين لما رح تعرفوا. واه اليوم بنحط لكم رقم المعلم ابو خالد يلي عنده هذا كله لاني وصل ابو خالد للمليونين. ايوه واه والله شيء حلو. يا سلام على الاغلاط، يا سلام. لا عم نصلح كل شيء. شيء ما بينشى. لا لا عم يزبط. حلو حلو اليوم. اوكي حاليا رح نفتح هيدي اللي رح نعلق عليها الشاشه ونحطها هون، باقي لنا شوي بس رح تعملنا البوشار، تمام؟ على اساس شوي ومنركب كل شيء، قلنا تقريبا لك قد ايه الساعه صارت؟ 9:10 الساعه 5 بلشنا. لا هلا 9:10 هسا نحن ما ركبنا شيء، يعني 5 دقائق بتساوي 6-7 ساعات. على فكره الساعه 9:30 بالليل نحن عم نبخش عند الحيطان رح يقتلونا. عند الجيران كان حسينا كان عم نبخش عند الجيران، لاني هيدا الحيط عند الحيط الهاوس اللي جنبنا. طلع الحمام هون لوي. توتي عم تشتغل لنا باللمسات. هلا رح نعلق الشاشه، تمام؟ بعدين نرتب كل شيء ونقوم. هلا شغلناها، عم نجرب اذا الشاشه شغاله قبل ما نعلقها. اول تجربه رح نجربها على الشاشه هو مين يحذركم مثلا؟ نحن. مين انتو؟ تالينتو فاميلي. نشوف على السيرش رح تعرفنا ولا ما رح تعرفنا؟ ليك تالينتو فاميلي. يووو خلص ما رح نكمل. هي الفيديو اللي اشترينا فيه. واو يلا اذا بتريدوا تخربوها وتكسروها. على فكره كل شيء بالتعديلات الاخيره، يعني وصلنا للنهايه هون. جاهزين؟ يلا بس
ثواني. واخيرا خلصنا تعمل الساعه 12 وربع. شوفوا انا الطرف اللي هون ها ما راح اورجيكم اياه. ايه هلا بنعمل بوب كورن. راح نعمل 3 بوب كورن كل واحد وحده. يلا لعيونك راح نعمل بالمايكروويف نجهز كل اغراض السينما، والسينما اول مش جاهزه بس كثير متحمسين لفرجيكم اياها. ليه بس نعمل؟ تعالين محضرت لنا فيلم. انا فيلم الكم والهم. برا في كولا طالع جيبها. يلا. حطي على الوش الصح. ايه. ما بعرف. يا جماعة اليوم حفلة المليونين. يلا. يلا. الساعة 12 عم نحتفل. هي أول كيس رح يستوي. ليكو بدنا نعبيهم هون. طلعنا كاسات مميزة كمان اليوم. يوم مميز شو؟ كسر أول واحد. هاتي الورق لأنه بيكون مفتوح من الطرف الثاني. واو عن جد سينما صارت. اوكي اول واحد جاهز. هي الثانية كمان صارت جاهزة. اوبا. ليكو ليكو هون المعلم الصغير عنا. هي كمان رح نطقها بالبيت، يعني في شغل بلاوي زرقاء اليوم. انتي ليش حدا عزمكم لهون؟ ليش قعدتوا؟ السينما. السينما اوكي بس هون شو في قدامكم؟ ليش قعدتوا؟ السينما. اوكي هلا عازمتكم على السينما تمام؟ يلا. بس قبل كل شيء رح نفرجيكم كيف صارت هي السينما. واحد اثنين ثلاثة. دائما عنا ليكو الشاشة كيف صارت وليكو الإطار حجمها يعني ايه يعني حجمها عن جد سينما اكسبيرينس يعني جاهزين لتجوا على السينما وحضركم الفيلم يلي بدي افاجئكم فيه. اذا بتريدوا بدنا كولا وبوب كورن. هلا عازمتهم على فيلم هنن وانتم اوكي مجهزتوا قلي من الصبح بشتغل عليه كيف وصلنا للمليونين وشو الاشياء اللي مرقنا فيها وبعد ما يخلص هيدا الفيلم في شيء ضروري تسمعوه مثل ما قلت لكم ف كثير متحمسة اخبركم. يلا قربت حاجة هيك هي لإلك. لك لا هي لإلي. يلا كل واحد فيكم ياخذ الكولا تبعه والبوب كورن تبعه ويتفضل على السينما لهون. اوكي ليكو كل شيء صار جاهز. هون في اشخاص جاهزين ومقعدين حالهم محضرين حالهم للاحتفال. هي جوا البيت تجي له ايه هيدي بنضربها هلا على المليونين. جاهزين للفيلم؟ يس. يلا حطي. ما معقول خلصوا البشار لسه ما بلشنا الفيلم. طولوا بالكم. انا جاهز. يلا. اوكي ليكو هيدا هو الفيلم يلي رح يحضروه. هاد يلي انا جهزته. واحد اثنين ثلاثة. واحد مساعد اثنين ريفرش ومليون. يا رب يا عم شخصية شعر اشقر اللون. نعم. انه لو اي بس يشوف هالسيارة شو بده يصير. عجل اكثر اكثر ما بقي شيء. 11 سنة متزوجين. 11 سنة متزوجين. قلبي عم يسألني بدي يا حلوة تفسير عم حب الدنيا كلها شو بيحصل عم بتصير. لما منحب بتصير الدنيا ألوان لا زمان ولا مكان وبتنسى اسم الشكار. لما منحب بتصير الدنيا ألوان لا زمان ولا مكان وبتنسى اسم الشكار. واحد اثنين ثلاثة. عم تغلي عم تغلي. اليوم خلص هي اخر ثواني بالبيت يعني اليوم واخيرا واخيرا هي اول فيديو لنا بهيدا البيت. لما منحب بتصير الدنيا اليوم لا زمان ولا مكان تنسى اسمك شكرا. لما منحب بتصير الدنيا ألوان لا زمان ولا مكان تنسى اسمك شكرا. احلى مساعد شخصي. شو رايك تصير مساعد شخصي بكره كمان؟ لا 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 حبنا غير حكاية.
ياكل 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 الدنيا. لو اي طقه لهنيك بدل ما يطقف هنا. صرنا 2 مليون. نحن امبارح انطرنا 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 ما صرنا 2 مليون ومنا نمنا، فانا الصبح كنا مليونين وشي قديش 4000 5000 فيعني عن جد انا يعني عم اقول لتالين انه انا في كثير ناس بعثوا لي عم بيباركوا ستوريات، كثير 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 شكرا والله من قلبي من جوا لكل حدا كتب لي مبروك، لكل حدا عمل لي ستوري، لكل حدا منشن لي بستوري او عمل بوست لنا على ال2 مليون. عن جد يا جماعه نحن فخورين فيكم. نحن سران شوي انت حياتي، انت اللي واقفه على الكنبايه، يعني انت بدك كنبايه لحتى توصلي لعندي. وعندنا كلمتين كتير مهمين بدنا نقلكم اياهم. اوكي بس بدي افرجيهم البيت، ليكم مبدئين البيت كيف صار من ورا هيدا الاحتفال. تمام، وهيدي المليونين ان شاء الله يا رب عقبال ال10 مليون. وانت حاج تشرب كولا؟ اوكي عطشت من 2 مليون. زوجي شو حلو الاحتفال، حلو الفيديو. انت كيف عملتي؟ عن جد ما بروفيشنال. الحلو بالشيء اللي نحن عم نعمله، حياتنا، ذكرياتنا، ايامنا الحلوه كلها عم تتسجل، عم تتسجل باي وقت ممكن نرجع لها. واكتبوا لي كمان اذا انتم حبيتوا هيدا الفيديو، لان الفيديو كان مفاجاه لكم ولجوجي ولؤي. فانا كثير مبسوطه لاني حضرت شي مليون فيديو انا عم بعمل هيدا الفيديو، عرفتوا؟ فعن جد مثل ما قال لؤي عم تتوثق لحظاتنا معكم انتم. وهلا صار كان وقت المفاجأة بكفي. يلا صار وقت المفاجأة لؤي. صار وقت المفاجأة. اوكي رح نحط الكاميرا نثبتها ونقعد نحكي لكم عنها. جاهزين نفاجئكم؟ اوكي 1 2 3. اوكي يا جماعة، من 7 شهور بس نحن وصلنا للمليون، واليوم صار عددنا مليونين. انتم متخيلين قديش صرنا عائلة كبيرة؟ وبما انه حلم من احلامنا تحقق، فنحن قررنا انه نحقق احلام اشخاص بحاجة ليكون حلمهم حقيقة، لحتى تكون حياتهم اسهل، لحتى تكون حياتهم اريح. الفكرة رح تكون انه بالفترة الجاية رح يكون في فيديوهات بمحتوى غريب شوي. طبعا كل فترة رح تشوفوا فيديو، اوكي؟ من خلال هالفيديوهات رح نحس بوجع ناس، هالناس بحاجة لدعمنا، اوكي؟ اوكي ورح نبلش هيدا المشروع بذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، يعني الناس يلي بحاجة مساعدة. تمام؟ يعني بالفيديو الجاي أنا رح أعيش يوم كامل أنا مقعدة فيه، رح كون ما قادرة أمشي على كرسي متحرك، يوم كامل رح أعيش وجعهم، رح أعيش صعوبات اللي بيتعرضوا لها. وبنفس الفيديو شو رح نعمل له؟ رح نهدي مجموعة من الأشخاص بحاجة لكرسي متحرك، رح نهديهم كراسي متحركة. طبعا هيدا جزء من المشروع، المشروع الاكبر هو انه الفيديو اليوم والفيديو الجاي ارباحه كامله رح تكون لذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، ناس بحاجه لهي المساعده، ناس بحاجه لهيدا الدعم، حتى تكون حياتهم اريح ويتامن لهم يعني شيء بسيط من حقوقهم، ابسط حقوقهم تتامن لهم، لان في ناس عن جد وضع كتير صعب، فنحن حبينا حلمهم يتحقق. طبعا الكرسي المتحرك اللي رح نهديه بالفيديو الجاي لناس بحاجه لها رح تكون هديه مننا ومنكم، يعني رح نرسم ضحكة كتير كبيرة على وجوه هيدول الناس، ما عم صدق اصلا انه قد ايه رح اكون مبسوطة وانتم رح تكونوا مبسوطين بالموضوع. يا جماعة هالمواضيع هي وتكاليفها انتم عم بتساهموا فيها. كل حدا فيكم، كل حدا عم يحضر، كل حدا عم بيشير، عم بيعمل لايك، عم يعمل كومنت، عم بيوقف معنا، عم يدعمنا، هو عم بيكون جزء من هالحملة، جزء من هالمشروع اللي نحن عم نعمله، وعنده جزء من الثواب يلي الله رح يكتبه لك الإنسان مننا ومنكم. تمام؟ لهيك رح خبركم انه الفيديو اليوم والفيديو الجاي هنن كتير مهمين، يعني كل ما بنحضرهم اكتر، كل ما بنعملهم شير اكتر، كل ما بنعمل لايك وكومنتس اكتر، كل ما ارباحهم رح تكون اعلى، وكل ما يكون مبلغ التبرع لذوي الاحتياجات الخاصة اكبر واحسن وناس اكتر رح تستفاد منه. اوكي؟ هيدا المشروع اسمه حلم انسان. الاسم بحد ذاته هيك بيشجع انه الواحد يكون جزء منه. لهيك روحوا انشروا هاشتاج حلم انسان، لاني حلم انسان رح يستمر مو بفيديو اليوم وبكره بس. هيدا المشروع يا جماعه هو ما رح يوقف عند ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم، يعني كل فتره رح نتبنى قصه شكل ونعيشها وكمان نساعد فيها. تمام، ورح تكون ارباح فيديوهات كثيره تبرع، مو بس الفيديو اليوم ولا بس الفيديو الجاي، فانتوا رح تكونوا جزء كثير كبير او انتوا كل القصه
فكرة يعني. يعني لو لا كون هيدا المشروع نحن ما قادرين نمشي فيه بصراحة يعني. تمام، فالمطلوب منكم شو؟ انكم تنشروا هاشتاج حلم انسان على الانستغرام، على يوتيوب، وكمان تعملوا شير لهيدا الفيديو للفيديو الجاي وحتى فيديوهاتنا الثانية، لأني كل ما بتعملوا شير أكثر، كل ما بتعملوا لايك أكثر، كل ما القناة رح تنتشر أكثر، نكبر أكثر، وهيدا المشروع يكبر ويتوسع أكثر. هيدا المشروع ما بلش عند تالين تيوب فاميلي، هيدا المشروع بلش عند ناس قبلنا مرق من خلالنا، ونتمنى إنه يكمل عند ناس تانين لحتى يكون في يعني المساعدة تكون لأكبر عدد ممكن من الناس اللي بالفعل بحاجة. على فكرة هي البداية بس، لقدام نحن متأملين عم جد نكبر كتير معكم، نساعد عالم كتير كتير بس من خلال مشاهداتكم، ما بدنا شي تاني غير دعمكم، لايكاتكم ودعواتكم إلنا. على فكرة بالفيديو الجاي عائلتنا، يعني انتو اللي رح تنذكروا بالفيديو مو نحن، تمام؟ اوكي، هيدا المشروع إلنا شهرين تقريبا عم نشتغل عليه، تخيلوا هو والمليونين زبطوا بنفس الوقت. يعني توفيق من الله انه مع بعض هيك، إشارة من ربنا انه هالمشروع ليطلع مع ينجح. وصلنا للمليونين ان شاء الله. لهيك اول شيء بدي اشكر الله عن جد بوقفته معنا، بتوفيقه بكل شيء، يعني ايده بايدنا بكل شيء الحمد لله، بكل خطوه بحياتنا. وكمان بدي اشكر بهيدا المشروع بالذات، رح اشكر خالتي اللي وقفت معنا كتير، رفيقتي اللي اتحملتني الى شهرين بتتحملني وتتحمل لسه وراح تتحمل كتير، هي جزء كتير كبير بهيدا المشروع. وكمان بدي اشكر جورج اخوه للؤي، لانه هو وقف معنا كتير كتير كتير. وكمان مين بدي اشكر؟ ماما حبيبي انتي، وهالاربع اشخاص وقفوا بهيدا المشروع معنا. وكمان رح اشكر اهله للؤي واهلي، ورح اقول له لعمه الله يرحمه انه دعواتك صارت تمام قبل ما يتوفى الله يرحمه، ودعالنا وقالنا ان شاء الله يا رب بتوصلوا للمليونين وشفتوه بالفيديو بابا. فعمه الله يرحمك حبيبي، بس نحن وصلنا للمليونين، وكنت من قلبي بتمنى تكون معنا وتبارك لنا، بس انت اكيد مبسوط فينا ومبسوط بكل شيء عم نعمله، انتو سبب بكل شيء حلو عم بيصير، وانتو سبب الفرحة يلي رح تنرسم على وجوه ناس كتير. اخر الشيء رح نقلكن يا انه ان شاء الله الف الف مبروك المليونين علينا وعليكن. وما تنسوا كل ما تحضروا اكثر، كل ما بتعملوا شير اكثر، كل ما بتعملوا لايك اكثر، خاصه لفيديو اليوم والفيديو الجاي، كل ما مبلغ التبرع ازداد لذوي الاحتياجات الخاصه والمشروع كبر وهمتنا كبرت لحتى نعمل شيء احلى واكبر بالفيديوهات الجايه. فان شاء الله يا رب. هلا رح اقلكم تصبحوا على الف الف خير، لان اليوم كان كثير طويل والساعه هلا 1:30 نحن عم نصور، 1:30 بالليل يا جماعه تلفنا. اليوم كان كثير طويل بس كان فيه انجازات عظيمه الحمد لله. يعني جوجي بتحب تودع معنا مامي؟ يلا اخيرا وليس اخرا رح نقلكم انه فيديو اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم، اذا انتم اشتركوا على القناه ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، ما تنسوا تنشروا هاشتاج حلم انسان، تمام؟ كثير مهم. والفيديو الجاي انطرونا فيه بعد بكره، بنحبكم كثير. باي. مبروك ل 2 مليون. لما بنحب بتصير الدنيا الوان، لا زمان ولا مكان، ما بتنسى اسمك شو كان.